هل نقدر نقول الآن بدأت تتكاشف أوراق المتأهلين وإلا مازال الوضعية غير واضحة باستثناء المتصدر تقريبا؟ خليني نقول لك رقميا، تكلموا بالأرقام بلغة الأرقام، 30 نقطة هي الضمان. ليش؟ لأن الفريق الترتيب الرابع في المجموعة فريق السويحلي، فريق السويحلي الآن كم عنده؟ 20 نقطة. كم بيلعب مباراة؟ ثلاثة. لو فاز 3 مباريات حيكون 29 نقطة، إذن الضمان 30 نقطة. صحيح الأسابيع ممكن هذا يتعادل وممكن يخسر رقميا، لكن وفق الأرقام القائمة توا 30 نقطة ضمان، ما قبل 30 نقطة تحكمه الأسابيع القادمة. طيب كابتن أسامة، يعني بالآخر الأهلي اليوم طرابلس لو فاز اليوم كان يكون 30 نقطة، 30 نقطة خلاص بالنسبة له ضمان 100%، انتهت حتى يخسر المباراة القادمة مع شتمة. طيب كابتن أسامة، نقطة يضيفها طارق جراية، ماذا تعني؟ هي نقطة بطعم الخسارة لفريق الأهلي، لأن الأهلي أنت تعرف مفروض كان يضمن الذهاب إلى السداسي، مع أن السداسي ما فيش حوافز زي الأول زي الأخير، لكن مباراة اليوم صراحة ما شفناش يعني صراحة فريق فوق الملعب، مع أن تشوف اللاعبين اللي موجودين لو تقارنهم بفريق الخمس 1-1 لاعبين مميزين، منهم علي بو عرقوب، نور الدين القليب، بالذات لاعبي الوسط اليوم ما شفناش. شفنا عبد الله العرفي لما دخل، وقلت لك عبد الله العرفي بدا الفريق يشد في الكوره وبدا اللعب تنظم شويه، لان صراحه عندك لاعبين ودكه بدلاء المفروض يقدموا، الطبال كذلك بالنسبه لي احمد القديري المفروض توري، انت المفروض لما حتى الناس والجماهير تطالب بيك توري داخل الملعب انك انت يعني نجم فوق الملعب، لان اللاعبين انت تلعب زي ما ذكرت لك في نادي الاهلي، وهذه مباراة اليوم هي مقياس انك انت ممكن تقع مزبون كينا فترة طويلة. صحيح الاهلي يلعب على عدة وجهات، لكن اليوم الاداء صراحة لابد من اللاعبين يكونوا بمستوى متكامل. ممكن ايمن اليوم التيار كان ممتاز يعني في الكرات، وبغض النظر عن كره الهدف اللي ما شفناش، ممكن حتى التقصير في التصوير يعني ما يخليكش انك انت تشوف، لكن ايمن التيار كان ممتاز. منصور رزق اليوم وين يعني اوجه القصور كابتن اسامه، خصوصا انك قلت ان التعادل احنا نبوش بتقل طارق زرايا، من طارق زرايا صراحة يعني بعد التوقف ربح تعادل مع الأولمبي ربح المحلة، واليوم تعادل في تذبذب في المستوى، في تذبذب في المستوى، حتى المستوى ما كانش بالشكل المطلوب زي ما جاء طارق زرايا. شفنا تغيير الفريق، شفنا الجرينتا والروح اللي زرعها في الفريق، وشفنا الفريق فريق متكامل، يعني اللاعب اللي يخش يكون ناشط ويكون اجريسيف في الكره الثانيه، وكانت السيطره للفريق الاهلي في 4 ولا 5 مباريات، تشوف حتى تدوير الكره الهجمه المنظمه، شفنا شكل الفريق اليوم مباراه ممكن ملعب عامر رياح، لكن مهما يكون شكل فريق الاهلي المفروض ما يكونش بالشكل هذا، لان احنا نعطوا فريق الخمس حقه، وقف كويس، دافع كويس، كان غلق المساحات كويس، لكن عندك لاعبين المفروض كل واحد يقدم اوراقه كويس، لانك انت مازال عندك سداسي، مازال عندك بطوله عربيه، يعني انت كلاعب وسط مفروض اكثر من هيك. دهماني حقق ما اراد، واضح نقطه من ذهب بالنسبه للدهماني، دهماني نقطه من ذهب جاتها اليوم. انا ما نبيش اخوض معك في تفاصيل، انت ديما عندك قاعده ثابته في المجموعه الاولى او المجموعه الثانيه، تقول الاتحاد في السداسي، الاهلي طرابلس في السداسي، ما تخشش معي في ارقام واحصائيات او سيناريوهات متوقعه، لكن شنو المطلوب اليوم من الاهلي طرابلس؟ شنو تقييمك في المجمل؟ والله تقييمي مؤيد، يعني مباراة اليوم نعطيها 3 من 10، ممكن 3 من 10 ممكن، وكنت معهم كويس ترى، نعطيها 3 من 10 حقيقة، مش 3 من 10 لكلا الفريقين، الفريقين المباراة بصفة عامة، تقييم مباراة بصفة عامة، مبارك ساد يعني ما فيش مباراة، ما فيش اسمها هي اليوم احنا عندنا في الجد المباراة كرة قدم بين الخمس وهي طرابلس فقط، في الملعب ما فيش خمس وهي طرابلس، ما شفناش كورة من الفريقين، ما شفنا شيء مؤيد. الشوط الاول قلنا لعل وعسى الشوط الثاني يكون شوط الحسم، الفريقين يقولوا شوط المدربين، نشوفوا تكتيك ثاني، نشوفوا اسلوب ثاني، نشوفوا تغيير في خطه اللعب، في طريقه اللعب، في الناس على الهجوميه، في الناحيه الدفاعيه، في الارتداد السريع، كل ما شفناش شيء مؤيد. لعب كرات مقطوعه، لعب بطيء، مباراه ممله للامانه، بصراحه ما استمتعناش بكره قدم اليوم. انت العب كوره، احنا ديما نتكلموا يا رجال المدربين، انتم كلاعيبه العبوا على الاقل، وروا شنو عندكم للجماهير، وروا شنو عندكم للمشاهدين. اما اليوم تجي تقول والله تفرجت على المباراه، ما تفرجناش على المباراه مويد. نتكلم على الترشح، يعني الترشح منتهي مويد، نتكلم عليه طرابلس، لا طرابلس في السداسي. تقول لي نتفق مع استاذ عبد الرحيم حسابيا رقميا نتفق معاه، لكن من ناحيه رقميه لا طرابلس في السداسي. طيب لكن العب كوره يا اهلي طرابلس، كويس العب كويس بناء استنادا على هذه المعطيات. لا قبل تريح الفكره مويد، لا قبل تريح الفكره، انا شفت اهلي طرابلس والاولمبي، جماهير رايه طرابلس يشاطروني الراي ممكن اغلبيتهم،
وشفت أهلي طرابلس والمحلة بهدف مقابل شيء بكرة راسية ليبوك، وشفت اليوم أهلي طرابلس والخمس ثلاث مباريات ما اقنعش لأهلي طرابلس كأداء. ما هوش لأهلي طرابلس اللي نعرفوه مؤي، ما هوش لأهلي طرابلس اللي هجمات هجمة بجرة هجمة، الأسلوب الأداء اللي عرفنا حتى حفظنا حتى الجملة التكتيكية بتاع فريق لعيبة أهلي طرابلس. اليوم صراحة لعب متقطع، كرات عشوائية، معناها الكرة توقف في أكثر من مرة، زاد إن فريق الخمس تكتل في المناطق الخلفية، حاول يلعب على الهجمات العكسية. الخمس زي ما قال لك أسامة نقطة تعتبر جيدة للخمس، أفضل من يخسر المباراة، ولكن أهلي طرابلس أنت مطالب بثلاث نقاط، ما تجيش غضوة تقول والله. طيب كابتن عادل تفضل، استنادا على هذه المعطيات اللي شفناها في مباراة اليوم، بغض النظر على نتيجة أداء ما إلى ذلك، لكن أنا شعرت أن ذهنية طارق جراية والمجموعة اللي معاه مركزة بشكل كبير على مباراة مهمة في البطولة العربية. كيف مباراة مهمة؟ يلعبوا رسميين في أهلي طرابلس اليوم يا مؤيد، ما جابش ناس من التريبونة ولعبهم، ما جابش ناس من الأواسط ولعبهم، راك تو لما نسموا تشكيلة جماهير أهلي طرابلس والجماهير الليبية تعرف لستنين أي من اتهام. حارس شاموني دائما نشكر فيه الحارس هذا، وقلت عنده مستقبل إن شاء الله وحيكون من أفضل حراس ليبيا، وأنا متأكد لأنه شفته مع المنتخب الشباب مع الدكتور عياض القضي. لما تكلم على عكاشة أقول مباراة مؤيد ما هوش أساسي، منصور رزق ما هوش أساسي، عبد الله الشريف ما هوش أساسي، مؤيد جدور ما هوش أساسي، علي معرقوب ما هوش أساسي، علاء قجدار ما هوش أساسي، عبد الله العرفي ونور الدين القليب ما هوش أساسيين، القداري ما هوش أساسي، إيبوكا ما هوش أساسي، مثال الطبان وصالح الطاهر ما هوش أساسيين، هذا اللي لعبوا يا مؤيد. طيب كيف تقول اليوم يفكر في مباراة أخرى ولاعب مجموعة؟ أنا لما يلعب 11 لاعب ما لعبوش بكل في الدوري، أنا نقول لك مركز على أساسيين ريحهم، لكن هذا أساسيين لو نضيف عليهم نشنوش والتربي والمنير والسلتو أربع رياضيين هاي التشكيل. طيب طيب.